وادي حنيفة أحد أهم المعالم الطبيعية في شبه الجزيرة العربية، وكان يسمى قديماً بالعرض أو عرض اليمامة. ترجع أهمية وادي حنيفة الذي يمتد على مسافة 120 كيلومتراً لكونه مصدراً للحياة وسط صحاري الجزيرة العربية، فعبر أكثر من 40 وادياً رئيسياً وعشرات الشعاب التي تغذيه بالتربة الغنية والسيول المصروفة من منطقة تتجاوز مساحتها 4000 كيلومتر، أصبح الوادي منطقة زراعية خصبة تكثر فيه الآبار والينابيع والعيون الجارية. اشتهرت من حواضر الوادي القديمة العيينة والجبالة ومنفوحة والحاير، وفي منتصف القرن الثامن الهجري ظهرت الدرعية التي غدت من بدايات القرن الثاني عشر الهجري أشهر حواضر نجد وعاصمة الدولة السعودية الأولى، وتلا ذلك قيام الدولة السعودية المباركة في أدوارها المتعاقبة. ولما هبطنا العرض قال سراتنا علام إذا لم نحفظ العرض نزرع. يهيج علي الشوق من كان مصعدا ويرتاح قلبي أن تهب جنوب، فيا ربي سل الهم عني فإنني مع الهم محزون الفؤاد غريب، ولست أرى عيشا يطيب مع النوى ولكنه بالعرض كان يطيب. منذ التسعينيات من القرن الهجري المنصرم واكب النمو العمراني والاقتصادي المتسارع لمدينة الرياض نشوء ظواهر سلبية أخذت في التراكم على وادي حنيفة، حيث أصبح مصدراً لمواد البناء ومكباً لمخلفاته، وازدادت التعديات على حوضه فاختلت مناسيب الوادي وتكونت الحفر وتم ردم شعاب التغذية. كان ينقلون منها البطحة ويكبون فيها الردم، ما جعله حفر وجعله مطبات وجعله دراكيل. الدركال يعني قد يكون والله يصير 3 أمتار عمقه في الأرض، يرجع يدفنونه من النفايات اللي ما هي كويسة. وتوسعت الأحياء السكنية في شعاب الوادي دون اعتبار لمجاري السيول، وانتشرت خطوط المرافق العامة بشكل عشوائي، وأصبحت مع الوقت أجزاء كبيرة من الوادي مكباً للنفايات. الأغنام اللي ماتت والأبقار وكلش فيها الوادي. كما تراكمت في الوادي مخلفات مواد البناء، هذا بالإضافة إلى مخلفات المحروقات والمواد الهيدروكربونية ونفايات بعض الأنشطة الصناعية من مدابغ ومسالخ وغيرها من المصانع التي نشأت في الوادي. عادة وجود المصانع يأتي معها مخلفات صلبة أو مخلفات كيماوية أو أصباغ، فكانت طبيعة الحال ترمى في الوادي. واختل النظام المائي نتيجة لاستنزاف موارد المياه الأرضية من جهة وتلوثها من جهة أخرى، وتكونت المستنقعات والبرك الآسنة والبحيرات عالية السمية، واندثر الغطاء النباتي، وتدنى المستوى الحضري في الوادي، وتدهور العمران التراثي الريفي، وتناقص النشاط الزراعي. جت مرحلة لا نستطيع البقاء مطلقاً هنا، ولذلك هجرنا المناطق دي، هجرناها مطلقاً. ومع مرور الوقت بات الأمر منذراً بقدر كبير من المخاطر الصحية والبيئية.
ولإعادة الوادي لوضعه الطبيعي، ومن أجل إقامة توازن إيجابي بين الوادي ومحيطه، صدر قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض باعتبار الوادي منطقة محمية بيئياً. وباشرت الهيئة بإجراءات طارئة لإزالة مصادر الضرر بالوادي، كان من أبرزها نقل الكسارات ومعظم الأنشطة الصناعية وإيقاف أنشطة نقل التربة وتحديد مجرى السيول في الوادي وروافده والحد من إنشاء خطوط جديدة للمرافق العامة والتقويم الدائم لمؤشراته البيئية وإعداد الضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة فيه، ووضعت خرائط مفصلة وواضحة للحدود الجديدة لبطن الوادي لمنع أي تعد جديد عليه. وقد توجت هذه الإجراءات بإقرار المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة ليكون الوثيقة الأساسية لمهام التطوير والمشاريع التنفيذية ومرجعاً منظماً للاستعمالات المستقبلية في الوادي، وتضمن مشروعاً تأهيلياً للأجزاء المتضررة من الوادي. يمتد مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة على مسافة 80 كيلومتراً من شمال طريق العمارية إلى جنوب بلدة الحائر، وحرصت الهيئة كخطوة أولى في مرحلة التأهيل على تحرير الوادي من المخلفات التي جارت على توازنه البيئي وأفقدته جماله الطبيعي، فتم تنظيف ما مساحته 10 ملايين متر مربع من الوادي، مع إزالة نصف مليون متر مكعب من النفايات ومخلفات البناء والتربة المتشبعة بالمحروقات والمواد السامة والنباتات والحشائش الضارة. ثم بدأت أعمال تسوية منسوب الوادي لتحقيق عدد من الأهداف، من أهمها تنظيم تصريف المياه دائمة الجريان وتصريف السيول الموسمية ومياه الفيضانات. وقد تم في هذا الجانب إزالة الردميات التي كانت تشكل سواتر ترابية خطرة في مجرى الوادي الرئيسي، ومعالجة منسوبه لضمان ميل طولي دائم باتجاه الجنوب وميل عرضي باتجاه المنتصف من خلال قناة المياه الدائمة الجريان التي أنشئت بطول 57 كيلومتراً من منطقة عرقة شمالاً إلى بحيرات الحائر جنوباً، وتهدف إلى تصريف المياه الدائمة في الوادي، إضافة إلى كونها جزءاً من المعالجة الحيوية للمياه، حيث بطنت القناة بالأحجار الطبيعية وتحوي تكوينات صخرية تعمل كهدرات طبيعية. كما أقيمت ضمن القناة في منطقة عتيقة محطة رئيسية للمعالجة الحيوية تتكون من سلاسل متتالية من الأحواض المزودة بمضخات هوائية لتكثيف المعالجة الحيوية، فضلاً عن قيمتها الجمالية. وضمن الأعمال التنفيذية التي هدفت لإعادة تأهيل الوادي، قامت الهيئة على إنشاء ورصف مسار بطول 41 كيلومتراً ليحوي شبكات المرافق العامة التي تخدم الوادي والمزارع فيه بشكل مباشر. كما حرص مشروع التأهيل على استرجاع القيمة الجمالية للوادي من خلال تحويل جميع شبكات الهاتف والكهرباء الهوائية إلى خطوط أرضية بطول يصل إلى 30 كيلومتراً، وكذلك تحويل واستبدال جميع شبكات المرافق العامة التي تتعارض مع تنفيذ قنوات المياه الدائمة أو مجرى مياه السيول. ولخدمة المزارع والمرور المحلي على جانبي الوادي، تم تنفيذ شبكة جديدة من الطرق بطول يزيد على 42 كيلومتراً، تضمنت أكثر من 30 جسراً ومعبراً عند تقاطعها مع القناة الدائمة. كما تضمن المشروع إنشاء ممرات للمشاة بطول يتجاوز 45 كيلومتراً، وقد تم تزويد الطرق وممرات المشاة بأنماط متعددة من اللوحات الإرشادية والتعريفية والتنظيمية على طول الوادي. كما تم أيضاً ضمن مشروع التأهيل البيئي للوادي تنفيذ 9 مناطق كمتنزهات عامة فيه، وهي المناطق التي تكون على جانبي بطن الوادي ومطلة عليه. اعتمدت الهيئة في مشروع التأهيل على إيجاد بيئة نباتية من نوعية تتناسب وبيئة الوادي ومستوى تشجير يحفظ قدرات الوادي من مياه سطحية وجوفية،
وعملت لإعادة الغطاء النباتي في وادي حنيفة على إزالة التربة الملوثة بالمواد الهيدروكربونية من بطن الوادي واستبدالها بتربة صالحة لنمو النباتات وتطعيم المناطق المقفرة من النباتات وزراعة النخيل في الأماكن المعدة للتنزه. وتم نقل الأشجار البرية من المناطق التي سيصلها العمران في المدينة إلى الوادي باستخدام أساليب حديثة. ويمثل ما تم تنفيذه في مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة الجزء الأكبر من برنامج التطوير، حيث تحمل مشاريع المستقبل تطويراً لمنطقة بحيرات الحاير والأودية الرافدة والمحميات الطبيعية في الحاير ولبن والحيسية، أهم مواقع الحياة الفطرية والنباتية في وادي حنيفة. وقد لقي المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة تقديراً دولياً لدوره الرائد في تطوير وإدارة مصادر المياه، فقد نال جائزة مركز المياه بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2003 للميلاد كأفضل خطة لتطوير مصادر المياه على مستوى العالم من بين 75 مشروعاً قدمت من 21 دولة. وفاز المشروع أيضاً في عام 2007 بالجائزة الذهبية للمنظمة الدولية للمجتمعات الحيوية كأفضل مشروع قدم من ضمن 160 مشروعاً في مجال البيئة والحفاظ على مصادر المياه. وها هو وادي حنيفة يطل بجمال طبيعته ونبته وغرسه، ويعود مصرفاً طبيعياً لمياه السيول، وليمثل مصدراً استراتيجياً للمياه المنقاة للاستخدامات الزراعية والصناعية، ولتتم الاستفادة من موارده الطبيعية وجذب الاستثمارات المختلفة إليه في مجالات الزراعة والسياحة والترفيه. له السيف من وادي حنيفة مصلة، تناغيه أبطال حماة بواتع، أجاد فنون الحرب من عهد تبع، كأن المنايا إن لقوها مراضع، إذا سمعوا العوج تداعوا كأنهم ظماء دعتها للورود شرائع. متعة وناس فيها خصوصية للعوائل، ومن أحسن شيء يعني تلقى العائلة راحتها لما تجي هنا. بيئة جميلة والله، حلو تغيير جو مع العائلة والهواء الطبيعي ميكرونيش الرياض، كأنه الآن يعني تبعث فيه الحياة من جديد بهذا المشروع العظيم. لا نرهن مستقبل أجيالنا لرغد الجيل الحاضر، كما لا نحمل الجيل الحالي المعاناة لرغد الأجيال القادمة، فنحن نعمل بتوازن بين الحاضر والمستقبل ولرغد أجيال الحاضر والمستقبل. عبد الله بن عبد العزيز.